أرد أسألك، صدام حسين مدني إيه؟ وصار قائد عام للقوات المسلحة، نعم، تعلم عنده علم عسكري صار له ماكو؟ لا بأمانة، لا بأمانة، هو يتعلم، ويعني أكبر تجربة صارت من قام يلتقي بأمري الأفواج، أمري الألوية، قادة الفرق، كان الغاية منها هو يغذي نفسه، يسمع، بالإضافة المشورة يعطيها عدنان خير الله وجبار شنشن، فريق جبار شنشن، ذولا كانوا ينطوبة. أنت من قعدت يا حضرتك، أنت عسكري محترف، من سمعته يعني افتهمت أنه متعلم؟ لا يناقشه، يعني أضرب لك مثل، كنا أمري ألوية، كان أحد الإخوان وياي عبد مطلق الجبوري، فالتقينا وسألنا كل واحد عن اللي هو أماله، أنا كملت، انتقل محمد حسن ويتوت الله يرحمه، وصل عبد مطلق، قال لي يا عبد احكينا عن اللواء مالك، قال لي سيدي والله اكو فشي جديد، قال لي شنو هو؟ قال لي الايرانيين متبعين اسلوب جديد باستخدام الهاونات، قال لي يا هاونات؟ قال لي 82 ملي، قال لي شلون يعني؟ قال لي سيدي مثلا يرمي، مثل قال لي سيدي يرمي منا وبغر فتره يغير مكانه يجي يرمي منا وبراها يرمي منا، قال لي هاي تباغتنا بيها، احنا حصلتنا الضحكة، هاي من الأساسيات، موضع رئيسي وموضع بديل وموضع جوال، طبعا طلعنا بهذا العبد، فقال له واليابا انت هو الهاون شنو مو حديدة؟ قال له نعم سيدي، قال له انت مو عندك حدايد؟ قال له انت ليش بشيله من ناوتر؟ سكته، يعني هذا دلالة على انتباهه، كان يركز، ومن يحكي دكتور حميد يباوع بعيونه يسمع، يسمع، بس هل هو فهم فن الحرب؟ لا، بس يبقى على هاي وبعدين يطلع بالتلفزيون يحكيها ويقول لك القائد هالشكل، المعركة الأولى معركة المحمرة الأولى أنا ما اشتركت بها، بس نقلوا لي إياها، قال واقف كل ساعة دزوا فوج وينباد الفوج، دزوا فوج آخر لواءين قوات خاصة انبادت بالفاو، صارت ألوية راحت بالفاو، ألوية هاي بس القوات الخاصة، لأن قوات ذهبية يعني مو معركتهم، فالقصد ذولا يخافون يقولوا له سيدي، ذولا كل شيء نعم سيدي، أكو قول الرئيس بريطانيا تاتشر تقول أنا الوزراء من يقعدون أقول لهم أنتم ما أريد بس تقولوا لي نعم، أريد تقولوا لي انتقموني، قولوا لي شنو صح، شنو مقترحاتكم، شلون نطور، إحنا جماعتنا يخافون، يعني كنا كنا نخاف، يعني احنا قبل منطوب نبرمج دماغنا شرح نحكي، ولا خل شو اسمه يفسرها غير تفسير وتروح.